توي الحين جاتني رسالة عجيبة وغريبة، والله اني تضايقت واقول الحمد لله على كل حال. تذكرون لما اعلنت وقلت يا جماعة اللي منكم عنده مريض يحتاج نزوره في بريطانيا يبلغني يرسل لي رقمه. ارسل لي واحد من الشباب من هالقطر عسى ربي حفظه، قال ابوي منوم ورحت زرته وسلمت عليه وقعدت مع ابوه وكانت جلسة وشكرت الولد. قلت له هذا هو البر، ابوك وامك يحتاجونكم وقت المرض وقت ضعفهم، هنا البر. جميل جميل. قال دكتور ولا عافيك، في غرفة اللي عندنا واحدة من دولة خليجية وبروحها مرة عجوز كبيرة فيها السرطان ومنتشر في جسدها وبروحها عيالها، يقول تخيل عيالها قطوها وراحوا. يتخاف مشغولين، قال شيء يا اخوي مشغولين نعرفهم، يقول سبحان الله وتركوها. تو الحين دز رسالة قال شيخ تخيل، قال الدكتور قبل كم يوم انت العلاج يمكن ضعيف نسبة النجاح، وتو الحين دز رسالة قال شفت هذه المرة. انا طبعا رحت زرتها وطقيت الباب عليها وقلت يما تبين شيء محتاجة شيء ترى بالخدمة، انا واحد من عيالك واللي تبين. قالت يا ام جزاك الخير وتدعي 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 وانا امشي، ما زالت تدعي لي. تو الحين دز رسالة قال دكتور المرة اللي زرتها اللي جنب غرفة ابوي قلت هي بشر ربها طيبة، قال توفيت وما عندها احد، متوهقين جنازتها نسلمها منه، يبغى يسلم واحد من عائلتها، عيالها يمكن خذ المخصصات وسافر. يقول والله ما عندها احد، انا حلفتها بالله تحلفك بالله لا تخليها. قال والله فيصل اني دائما ازورها، اقول ما تبي شيء احنا عيالك احنا يعني جيرانكم كل كنا خليج واحد كنا دولة واحدة من هالكلام. عيالها الرداية اتركوا أمهم وقطوها، هذه ميتة ولا حد يدري عنها يا جماعة. وأذكر آخر زيارة لي بألمانيا لما قعدت مع رئيس المكتب الصحي، تذكر لما صورته قالي والله العظيم أذكر من الحالات الغريبة، وشوف العقوق شوف الردة في بعض الأبناء، دخل أبوهم مقعد تو واصلين، قلتوهم واصلين فرانكفورت خذتهم طيارة ودوهم أبوهم المستشفى، يقول سبحان دخلنا المستشفى أول ما دخلوا المستشفى خذوا المخصصات، الدولة عندنا في الكويت تعطي مخصصات للمريض والمرافقين اللي معه، خذوا مخصصاتهم وخذوا الجوازات بالدس وسافروا على طول. أبونا بيطول في المستشفى شهر شهرين، يا أبوك خلنا نسافر ونستانس، راحوا على طول إلى المغرب. الأب سبحانه بعد أسبوع 10 أيام توفي، يدقون على أقربائه مغلق التليفون، دقوا على السفارة دقوا لعيالهم مغلق ما في احد من اقربائه، وين عيال مو معقوله الجوازات وين؟ طلع ماخذ الجوازات ومسافرين. دقوا على اخوانهم في الكويت، قالوا عيالكم كذا شلون؟ قال ابوكم توفي. وين فلان؟ وين اخونا كذا؟ اخوكم سواد وجه قاطين ابوهم في المستشفى ولا يدرون عنه ورايحين تدري وين رايحين. فسبحان الله شوف الردى في بعض الناس. هذه المرة توفيت أنا أدري حكومتها ما راح تخليها ودولتها ما راح تخليها، لكن كانت محتاجة عيالها يكون معها. أنا بقول لكم رسالة جاتني من الأخ اللي زرت أبوه عسى ربي شافي وعافي شافي مرضى المسلمين، وكان هو جزاه الله خير بار فيها مو مخليها، وأنا زرتها ودعيت لها، لكن الحمد لله أسأل الله تعالى يجعلها من الشهداء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والمبطون شهيد، مات في مرض في بطني فشل كلوي ولا سرطان ولا كذا بإذن الله شهيدة بإذن الله تعالى، عسى ربي يغفر لها ويصلح عيالها وبناتها. هذا بنقوله.